يوم ما سجلناش اللي هو مش مشكلة. وي مست يعني 3 سلايدز اللي هم حقين البامب وبداية الفالف، ما في مشكلة. اوكي ذا سيم هنا اللي هو الفالف اكشن، في عندي كمان كيرف للفالف اكشن، فانت يو نيد تو ماتش اللي هو الكيرف حق الفالف also with the pump عشان ما يأثرش على البامب. طبعا هاي حتكون يعني ماتشنج بتوين 3 كيرفز اللي هي البامب كيرف اللي هو الاحمر، السيستم كيرف اللي هو الازرق، والازرق المتقطع اللي هو الفالف كيرف. طبعا كل واحد لها ايش ممكن سيفتي اوف فاكتور للعمل تعتمد، فانت يو نيد تو ماتش بتوين ذا 3 كيرفز بحيث انها تكون البوينتس بتوين اول اوف ذيم نير تو ايتش اذر. اوكي طبعا هاي السامبلز المستخدمه للفالف. اذا عندي انا مثلا البلوك مانيوال، هنا عندي التحكم فيها مانيوال، هنا سيفتي ريليف. دكتور ممكن سؤال؟ اي تفضل دكتور. السيستم كيرف كيف بدنا نوجده او كيف بدنا نطلعه؟ لانه السيستم عندنا يعني البامب الكيرف هو بكون جاي، بس كيف احنا بنطلع السيستم كيرف؟ زي ما قلت again، مثلا انا لو اجيت اشتريت سيستم معين، اوكي انت اصلا المفروض السيستم اللي جبته او الماشين اللي جبتها موجود ارضه برضه في المانيوال حقها، الكيرف حقها موجود يعني. اوكي اذا مش موجود you need to just this is another story يعني، وعليها ليكتشرز كثيره وعليها شرح كثير يعني، but you need just to study الكومبوننتس الموجوده في السيستم، وبناء على الكومبوننتس الموجوده في السيستم انت you need to check الفلو مع البريشر. يعني شو السيستم الموجود عندك، انت بتسوي ترايل اند ايرور، مثلا عندي فلو معين بتتحكم في الفلو، مثلا خلينا نقول فلو 10 بتروح تقيس البريشر، 20 بتقيس البريشر، 30 بتقيس البريشر، 100 بتقيس البريشر، فانت بترسم السيستم تاعك الموجود عندك، وبعديها بتجيب طبعا اي بامب في العالم تشتريها معاها الكيرف فور شور في المانيوال موجود، فانت بتسوي ماتش مع اللي حصلته من السيستم عندك. عادة اللي بيجيب سيستم برا بده يشتري سيستم معين لمصنع معين المفروض ان الكيرف باي ديفولت موجود، لكن اذا لم يوجد زي ما قلنا انت بتتحكم في الفلو الموجود عندك وبتقيس البريشر، او العكس بتسوي بالبريشر وبتقيس الفلو فايس فيرسا وتوجد الكيرف تاعك. واضح يا اخي الكريم؟ تمام دكتور شكرا. Again, let us go to the sample of the valve. عندي هنا قلنا safety relief هذا الشكل حقه self-actuated بيكون لحاله. On-off هنا بيكون between the process and the external pressure هذا الشكل حقه. وهنا the throttling control usually بنستخدم النيوماتيك إذا كان هذا الشكل، بيكون عادة التحكم في الـ valve through pneumatic. Okay. طيب الاكتويترز which is the most important thing عندي في الهيدروليك، later on ممكن نستخدم اللي هو الهيدروليك هذا والاكتويترز للتحكم في بعض الامور. عادة تو تايبس، بس هاي الرسمي خلينا نأجلها شوي الشرح عليها. هي بنسميها سنجل اكتنج سلندر، الفلويد من هنا اذا انتم شايفين الهيدروليك باور بيسوي بريشر من هنا، وعندما تصير البريشر هنا قليل السبرينج بيرجع بسموه سنجل اكتنج سلندر. اوكي ليت مي جاست ديلي ات ليتل بيت. هنا الفلويد مي اونلي انتر ذا سلندر فروم وان سايد، ذير فور كان اونلي بوش ذا سلندر ان وان دايركشن اونلي، ذا اذر دايركشن في عند سبرينج زي ما شفنا في الرسم اللي قبلها. في الدبل اكتنج سلندر لا، الفلويد من اليمين ومن اليسار هو اللي بيتحكم في البيستون. خلينا نشوف الصور تاعتهم. اوكي هاي الدبل اكتنج سلندر، الفلويد اللون الاحمر وبرضه فلويد لون اسود الازرق، الاحمر بيكون هاي بريشر والازرق عاده بيكون اللي هو لو بريشر. تمام فمعناته انا عندي الاويل بورت، اذا انا عندي مثلا البامب تدخل من المنطقه هاي معناته انا عندي البي 1 اعلى من البي 2، معناته انا عندي السلندر it will go to the right direction. الفايس فيرسا اذا كان عندي باللون الاحمر، خلينا ارسم، اذا كان عندي هنا الاويل بدخل معناته انا عندي بي 2 is greater than بي 1، معناته السلندر will go back to its first position اللي هو بنسميها retracted stroke. شو يعني stroke؟ stroke هي عباره عن الديستانس اللي بيتحرك فيها اللي هو البيستون. اوكي هذه الرسم العامي تحتيها اللي هي السيمبوليك حقه اللي هو الدبل اكتنج سلندر، معناته انا عندي في هنا اويل بورت واحد
وأويل بورت 2. إذا دائما شفته في السلندر two ports for the oil أو for the pneumatic directly على بالك بخطر اللي هو double acting actuator أو double acting cylinder، لأنه هو بيتحرك من اليمين واليسار based على الأويل الموجود. أوكي اللي هو الرسم اللي قبل هاي اللي هي single acting cylinder زي ما قلنا، هاي لو رجعنا الحين صارت المبدأ واضح، عندي one port هنا فقط، عندي أنا one port اللي هو هذا الاتجاه، هذا الاتجاه بدخل لي اويل هاي بريشر، بدف السلندر الى الاعلى. اذا خففنا البريشر سوينا البريشر زيرو بيست على الكنترول دايركشنال فالف، السبرينج نفسه بيرجع الايش البيستون الى مكان، which is we call it single acting cylinder، لان الاويل بتحكم فيها من اتجاه واحد فقط. طيب طبعا هاي احنا وي سيد ات الاستروك اللي هو از ذا ديستانس ذات ذا بيستون ترافلز ثرو ذا سلندر. هيدروليك سلندرز كان بي ا فاريتي اوف ستروك الهول لينكس فروم فراكشن اوف ان انش تو ماني فيت، حسب الدايمنشن اللي تحتاجه في اطوال مختلفه. في انواع من السلندرز حسب اللي هو ديزاين تاعه، في شيء بسموه تاي رود سلندر، ويلدد اللي هو سلندر، رام سلندر اند سو اون. This is very important. The whole theory behind the cylinder, how we can calculate the force that generated by the cylinder. This is the equation that you should use. The whole عندي AB multiplied PB minus AH PH. وكل واحدة فيهم معرفة بالأسفل اللي هو مثلاً AB باي على 4 في البوتوم ديامتر تربيع. Okay. AH اللي هي باي على 4 في البوتوم ديامتر تربيع ماينس البيستون الرود ديامتر. طبعا احنا بنحكي يوم نقول بوتوم ديامتر معناته هاي هو الديامتر، اوكي في المنطقه هاي. اوكي بي بي اللي هو البريشر ات ذا بوتوم سايد اللي هي بي بي هنا، يعني معناته بي بي في المنطقه هاي، وبي اتش في المنطقه هاي. اوكي ات ذا سلندر هيد سايد. It's very straightforward. يعني just you need to plug numbers and you can just find out the whole force. But what do you need? Just the whole ish. Two pressure, pressure من اليمين ومن اليسار, PP, والareas من اليمين ومن اليسار. Then you can find the force. Simple as that. طيب. هاي اللي هي symbols حقة الactuators. Okay. أو خلينا نقول the acting cylinder. السنجل وان معناته انا عندي فيه فقط سهم واحد، الدبل اكتنج عندي سهمين، واذا فاريبل في عندي سهم بالنص اللي هو الطويل هاي، سواء كانت فور سنجل وان اور فور ذا دبل اكتنج سلندر. اوكي طبعا هاي الكوندكترز اللي هي الهوزز او البايبس اللي بنستخدمها عاده في اي سيستم هيدروليك، والاويل الموجود داخل السيستم اللي هو اللي بنقل البريشر من مكان لمكان، او could be used for dissipating heat او for lubricating parts او for sealing clearance and bulk modulus. ممكن يكون في نفس الهيدروليك سيستم بينقل الباور من مكان الى مكان، وفي نفس الوقت هو بيعمل lubrication and so on. I will not repeat اللي هو السنسورز اللي حنستخدمها في الهيدروليك سيستم. We have discussed it before, but the major sensors اللي مستخدمة في الهيدروليك سيستم، the pressure sensor using strain gauge, capacitance, potential meter, and the leveling sensors to check the level of the oil for different purposes, as well as for the temperature sensors, which is using to check temperature of the system, like thermocouples, RTDs with thermistors. We have discussed it in the sensor lecture, yeah, before two lectures. Okay. طبعا هذا اللي هو الأوريفيس ميتر اللي عادة مستخدم بشكل عام في الهيدروليك سيستم، تو which is basic principle حقته إنه أنا عندي في area كبيرة وبصير عندي area صغيرة اللي هو برنيلو equation، وعن طريق برنيلو equation أنا I can check اللي هو الflow الموجود عندي في السيستم، so to check our flow in the system. Okay. طيب في عندي conditioning circuits موجودة بشكل عام في أي fluid system like a reservoir could be ventilated or could be pressurized. Ventilated يعني الريزرفوار المفتوح يعني مش مضغوط، أوكي okay. عليه تهوية. هنا لا مضغوط يعني التانك نفسه فيه بريشر. اوكي هاي الفلتر والهيتر والكولر، هاي عاده ممكن تستخدم في بعض السيستمز، الفلتر عشان تنقيه الزيت، الهيتر والكولر
عشان المحافظة على درجة حرارة السيستم عندي بحيث أنها تكون في درجة حرارة معينة تبعا للمكان اللي أنا موجود فيه أو المنطقة اللي موجود فيها. أوكي. طيب the last three slides talking about اللي هو electro-hydraulic system. هنا عندي الاكتويترز. اوكي. وانا I need to control this actuator using different criteria من ضمنها traditional control او من ضمنها اللي هو modern control او خلينا نقول الاندستريال كنترول. اوكي. عادة بتكون في عندي process معين اكتويتر من هاي البروسيس انا اخذ feedback اللي هو measurement device sensor والسنسور هاي تعطيني feedback and I need to compare it with the point that I am using. مثلا أنا بقول بدي أنا أنتقل 20 سنتيمتر أو بدي أعطي pressure معينة أو بدي أعطي force معينة باخذ الفيدباك بقارنها في الست بوينت اللي أنا حطيتها بيطلع عندي error signal. هاي error signal عن طريق الكنترولر بتحكم في الدايركشنال فالف حقت الاكتويترز بحيث اني انا اقول للدايركشنال فالف روح مثلا يمين يسار وكمان الكنترولر ممكن يتحكم في الفلو فالف مثلا عشان يحدد السرعه اللي بتحرك فيها البستون مثلا. اوكي. ويل سي ات ليتر اون سبيشالي فور ذوز هو ويل تيك اللي هو خلينا نقول الميكاترونكس لاب. اي بليف يعني في معظمكم اخذين مع الميكاترونكس لاب في هذا السمستر. اللي ما اخذ حياخذ السمستر الجاي حتتعاملوا مع هاي السيركت بشكل يعني أكثر من تجربة إن شاء الله. أوكي. هاي it summarizes the same thing that we have discussed before the slide, the slide before, بس بشكل blocks. أوكي. عندي planet معينة, في عندي sensors, وفي عندي هنا BID controller بحيث يعطي هنا control signals to the piston to control the direction, the flow, the pressure, whatever اللي شيء بدك تتحكم فيه أنت. طيب ناخذ مثال على هذا الموضوع. عادة تستخدم الهيدروليك سيستمز بشكل عام خلينا نقول في المصانع الموجودة في فلسطين بشكل خلينا نقول ميجر أو بشكل جنرال اللي هو نفس الرسم الموجود عندي. هاي في عندي تو acting سلندر اللي هو سلندر B وسلندر A. both of them خلينا نقول ممكن double acting سلندر. السلندر A بيستخدم للليفتنج. عندي تو conveyors وفي مسافة بينهم فأنا دنقل الأوبجكت رقم A أو خلينا نقول رقم واحد عشان الـ A والـ B هم البستون بدنا ننقله إلى مكان رقم اثنين. طيب the first piston which is A بده يسوي extended عندما تصل الأوبجكت. طبعا في سنسور معين عندما يصل الأوبجكت للسلندر A بعديه بعطي order through controller انه اللي عندي او سنسر معين انه السلندر يصير ايش اكستند. عندما يصير اكستند الاوبجكت ينتقل من بوزيشن 3 الى بوزيشن 4. بعد كذا بيجي عندي سنسر اللي هو عند اوبجكت 4 بقول انه انا الاوبجكت وصل عند المنطقه الرقم 4 بعطي اوردر لسلندر رقم بي او لتر بي بحيث انه يصير له اكستند. إذا صار السلندر عندي extend معناته أنا إيش ينتقل الأوبجكت من بوينت 4 لبوينت 2 وهذا الهدف تاعي. بعد كذا شو بيسوي البيستون A؟ بيصير retract بنزل مكانه وبيستون B بيصير له retract بيرجع مكانه إلى الـ previous status يعني للحالة الطبيعية الأولى. وبس يجي أوبجكت ثاني العملية إيش؟ rotational بتبلش من again بس السنسور اللي هو في بوزيشن 3 يقول في عندي اوبجكت بصير A extend then السنسور اللي عند B او 4 بصير يحكي انه انا الاوبجكت وصل عندي B بصير له extend بنتقل لنقطة 2 and so. اوكي. ان شاء الله I'll try my best ان شاء الله انه انا اوجد لكم سوفت وير قاعد بدور انه بحيث ان نبرمج هاي الامور بشكل على البي ال سي بحيث ان نشوف كيف العملية امامنا using the PLC كيف نتحكم في هاي العملية اللي هو lifting and shifting. عندي two double acting cylinder وانا بتحكم فيهم عن طريق ال PLC بسوي لهم بروجرام معين بحيث انه انا based على السنسورز الموجودات عندي two sensors اتحكم في those two double acting cylinder بحيث واحد يسوي lifting والثاني يسوي shifting. I think احنا the time is up. The next slide اللي هو نبدأ في النيوماتيك. So I will stop here. So far if إذا في ناس عنده استفسار أو عنده أي question أو concern أو إشي ما فهمه بس in general هنا إحنا we summarize
most of the information or basic information that's related to the hydraulic system. اللي لها علاقة في الهيدروليك سيستم. Okay. هاي شباب معاي؟ شباب معاي؟ الحين سمعتك معلش الكهرباء again يعني off from the main company.